اهلا بيكم. عاملين ايه النهارده؟ هنعرف معلومه جديده عن تمرين اسمه جلوس على الحائط. يعني ايه جلوس على الحائط؟ يعني هي فكره ان انا اجلس بس ظهري يبقى مسنود على الحائط. فده حلو جدا ومفيد جدا لعضلات الرجلين كلها، بس المهم ان انا انفذه صح. ده اهم حاجه. ازاي انفذه صح؟ ان لازم رجليا تكون عامله 90 درجه من هنا لهنا. لما اجي اسند ظهري يبقى ركبتي مع انكل رجلي في خط واحد، لاين واحد. ليه مستويات كتير. بنبتدي بيه بالعدد، ممكن من 1 ل 15 عده، وبعد كده ممكن نكمل بال 30 ثانيه دقيقه كامله، وبعد كده نعرف مستوياته وازاي نزود الحمل عليه، ازاي استخدمه باقصى حاجه عندي. اول حاجه لازم عامل الامان بتاعتي ان الحيطه تبقى ثابته، ما ينفعش اسند على حيطه متحركه، يعني زي الجبسن بورج، الحاجات الخفيفه، لازم حاجه متينه عشان لما اسند عليها ما تاخدنيش رقعه. ده عشان عامل الامن والامان. بنزل اثبت الهيب بتاعتي، مفصل الهيب بتاعي او مفصل الفخذ بتاعي مع الركبه 90 درجه مع انكل رجلي. دي اول حاجه اثبت بيها. هثبت تايم 30 ثانيه، دقيقه، 20 ثانيه، ايا كان بقى اعلى تايم ممكن اعلى ليه. خلاص عرفت ان انا باخد وزن جسمي وعضلاتي استحملته لمده دقيقه كامله، واخد ريست ما بين كل دقيقه 30 ثانيه راحه، ده يبقى كويس جدا وحلو قوي. خلاص عايز اخش بقى ليفل اعلى، هبتدي احمل وزن على جسمي عشان اشيل وزن زياده. انا خلاص شلت وزني ضد الجاذبيه الارضيه، اللي جاي بقى اشيل وزن زياده فوق وزني. يلا بينا. اهم حاجه الوزن يتحط. هثبت، جربت 20 ثانيه ب 15 كيلو، خلاص وصلت لدقيقه وعليت وصلت لاعلى مستوى، ابتدي ازود تاني. تنفس كده، العضلات شغاله. مش معنى ان انا ثابت يبقى العضلات مش شغاله جدا. زود اكسجين في جسمي، ممكن ازود تاني. اهم حاجه الامان. ثبت 30 ثانيه، خلصت، تنزل الوزن واحده واحده. اللي بعده، ما ينفعش انزل الوزن عشان اتمزقش، لازم حد يساعدني في الموضوع ده. لازم، ما ينفعش انا اتحرك بنفسي. الطريقه اللي انا اقوم بيها، هسند على الحيطه واقوم تاني، ما ينفعش اطلع باي طريقه تانيه، لان العضلات في الوقت ده تبقى متقطع الالياف بتاعتها جامد جدا، منهكه. فلو عملت اي اكشن غلط او اي حركه غلط ضد المفصل كده، هحمل على الاربطه اللي جوه المفصل والضريف اللي في الجنب بره وجوه. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.